تسلق ألان روبير الملقب بالرجل العنكبوت الفرنسي من دون أي حبال ناطحة السحاب الأكثر علوا في فرنسا، وهي برج فيرست الذي يرتفع 231 مترا والواقع في حي لا ديفونس للأعمال في باريس. معروف عنه التسلق من دون أدوات مساعدة، حيث تسلق حوالي 70 ناطحة سحاب بما فيها مبنى إمباير ستيت وبرج شيكاغو واليس، إضافة إلى أبراج بيتروناس في كوالالمبور وغيرها. الهدف هو الوصول للقمة ثم أقوم بفتح زجاجة شامبانيا وأمرح مع الناس وأمنحهم الاستمتاع. عام 1982 تعرض لحادث خطير حيث سقط من ارتفاع 15 مترا بسبب عقدة خاطئة، وظل على أثرها 6 أيام في الغيبوبة، ما أدى إلى كسور متعددة في الجمجمة والأنف والرسغين والمرفقين والحوض، ومنعه الأطباء من التسلق مجددا. إلا أن إصراره وحبه لهذه الهواية لم يدعاه يستسلم، فعاد يتسلق أعلى ناطحات السحاب متحديا نفسه بتحقيق الأرقام القياسية الجديدة.